اهلا بحضراتكم، وسريعا مره اخرى انا اسفه للاستاذ اسامه الدليل، رئيس قسم الشؤون الدوليه في الاهرام العربي. العراق 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 طبعا. عايز تقول لنا ايه؟ في محاوله غصبا عن عينينا، داعش فشل، يبقى المفروض يحصل ايه بقى؟ يحصل تقسيم برضه، اصل هدف داعش في النهايه كان التقسيم، تعجيل تحفيز مساله التقسيم. الاعتراف بالدوله الكرديه كردستان، ده بس ما حدش من عصلك فيه غير تركيا. ماشي نتفاهم معاكم يا اتراك، يعني انتوا ايه مشكلتكم؟ ايه مشكلتكم؟ عندهم مشكله، مش اعملوا سوريا سي ابني سور، عايز كام مليار يخلص؟ ما هي دي الحكايه. انت مبتز اصلا 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 اردوغان، اصلا الدوله التركيه، والكلام اللي انا بقول ده مش شتيمه وقله ادب، مش صحيح. منذ الحرب العالمية الأولى تاريخ تركيا مع أوروبا كلها هو تاريخ الابتزاز. واضحة، مش قلة أدب ولا حاجة، يعني ده مبتز. عايزني كوبري لأي حاجة في الجنب؟ شكرا. أنت حكايتك آخرها، آخر حكايتك إيه؟ فلوس، خد فلوس آخر. وهيخلع فعلا، هيخلع، وهو ما عندوش مشاكل، هو خد فلوس تافهة على دم أتراك مع اسرائيل. مش خلصت بالفلوس؟ مرة ده مش اكتر من فلوس. بعد ما عمل مش عنده دعاره بتدخل ده فلوس. اردوغان، بس عشان الناس تبقى فاهماه، اردوغان ده تركي، وهو تركي حقيقي، وهو تركي وطني، والشخصيه الوطنيه التركيه من ده، وده شيء ما يزعلش. ما يزعلش ان الشخصيه الوطنيه التركيه من ده. ليه؟ لان هم اصلا يعني حاولوا هم ان هم يبقوا اسلاميين فشلوا، طب علمانيين فشلوا، طب اوروبيين فشلوا، ما هم اصلا كانوا شويه بتاع جايين من وسط اسيا ومن منطقه القوقاز، وقعدوا في هضبه الاناضول. تركيا هي العكس ال 360 درجه من مصر. طيب العراق يعني بقى عكسنا خالص. انت عمق في الحضاره هو عمق في اللا حضاره، يعني معلش هي مساله علاقه بالجغرافيا. بص على الخريطه، ما تسمعش كلامي، بص على الخريطه. حضرتك قلتي العراق. فالعراق تقسيمها مسألة لازم تحصل بسرعة. كردستان. طيب كردستان ده أول كلام. طيب هم الأكراد دول مش مسلمين وسنة برضو؟ لا، ما يبصلهمش هنا بقى على إنه كرديتهم. ما هو بيقسم عرق ودين بطريقة غريبة. أيوة، بره الموضوع بقى. فأنت عرقك إيه؟ تركي، والباقيين عرب. طب ماشي، اللي باقيين بقى دول؟ لا دول سنة وشيعة. طب ما تيجي نعمل للشيعة دولة وللسنة دولة، ما نخلص بقى. طب ما انت مش عارف تخلص. طب اجيب لك القاعده الزرقاوي ما عرفش يخلص. طب تيجي نطور لك اسمها شويه ونوسع لك حبتين، ماشي، وندخل لك فيها البعث العراقي وعناصر كانت موجوده في الجيش العراقي السابق. يلا ها نشغل الجماعه العواطليه دول وكله يرزق. وفشل، والنهارده القتال على 100 متر. 100 متر يعني من هنا الباب الاستوديو اللي انا قاعد فيه، قتال متلاحم ومتواجه بينهم وبين الدواعش، وممكن الحكايه تاخد ايام في ال 100 متر دي، ايام، وينتهي قصه داعش من العراق تماما. بس التقل بقى كله اصبح فين؟ في اتجاه الحدود السوريه. هناك بقى حصل اسقاط مظلي لجنود امريكان مستنيين الدواعش يعدوهم، يجي الحشد الشعبي العراقي والقوات العراقية يتقاتلوا معاهم. وقد ثبت بما لا يدع أي مجال للشك والفضيحة بجلاجل أن قوات سوريا الديمقراطية اللي مكونة من أكراد وبعض عناصر الإخوان واللي خدوا سلاح من أمريكا وحاجات وتدربوا من أمريكا، هربوا داعش عيني عينك في سوريا من الرقة إلى تدمر. ورصدتهم المخابرات الروسية وتصوروا صوت وصورة واتضربوا كمان، والفضيحة بجلاجل، محدش فاتح بقه، محدش عايز يفتح بقه. الحكاية كلها أجهزة مخابرات بتلعب بعض، وفي قصتنا احنا يا مصر هنا دي أجهزة مخابرات كتيرة بتلعبنا. تفتكروا حد يعرف يلاعب المخابرات المصرية بكل ما بكل مستوياتها العسكرية والعامة وما إلى ذلك؟ يلا، ما هي دي الموضوع. واحدة منها الرهان على إنه الشعب مجهل وواقع تحت التجهيل اليومي ساعة بساعة، وواقع تحت إعلام بيذبحه ساعة بساعة وبيخليه هو والأنعام حتة واحدة، كل واشرب زيك زي أي أنعام. تفكر؟ لا تفكر حقمعك بالإعلام، تفكر ويبقى عندك وجهة نظر ورؤية، أنا حقهرك بالإعلام. بس والله الموضوع المصري بيرد، وهخليك مسطح ومهمش، وكل ما تفتكر نفسك حاجة هجيلك على الفيسبوك امسح بيك الأرض،
وعرفك انك ولا اي حاجه. لا ويعملوا مسلسلات بس ومسلسلات ويعمل زي ما انت عايز، وسلم يا حبيبي دقنك وعينيك وعقلك. اهم حاجه يفصلوهم عن الواقع. بالظبط، سلم عينك بقى، سلم عينك لواقع ما هوش انت. مين اللي قال ان الشعب المصري كله عايش كومباوندز وبتاع؟ عمر مين؟ لا لا، المصريين كلهم عايشين خيانات زوجيه، يا اما عايشين كلنا خيانات، يا اما كلنا ماسكين سلاح، يا اما اقرب كلمتين واحد يغز واحد في يحم. ده صفيحه الزباله يا اخي، الحشرات مع بعضها ما بتتعاملش كده. ليه يا باب؟ مين اللي قال ان هي دي المجتمع المصري؟ ولا مين قال ان ده يزغزغني ويسليني ويبسطني ويفرحني ويربي عيالي ويربي بناتي؟ مش هي دي؟ اه، مش هو ده الاحلام؟ بس لحد النهارده في دوله 3-7 المسلسلات كده، مش كده؟ كل المسلسلات خيانات زوجيه. الارقام اللي بتصرف جواها كام؟ واحسبي لي كده ارقام الانتاج الدرامي، وانا محتاج مستشفيات بكام؟ ما اصل هو لما تيجي انت تشتري سلاح يقول لك اه كان زماننا بناكل ونشرب يا عم بثمن السلاح. اما المسلسلات، طب والمسلسلات يا شاطر؟ ها؟ والمسلسلات يا حبيبي؟ والمليارات اللي بتترمي كل يوم في مناطق شكل العمل مولات ضخمه ميجا مولز، ها؟ كل ده معمول عشان ايه؟ عشان تحولك الى حيوان مستهلك. حيوان مستهلك مش انسان منتج. فهمت؟ ولا عايزني اقولها لك تاني وبقله ادب اكبر؟ لا بس خلاص النهارده انت على المجتمع يعني كله انه يفوق ويعرف ان احنا اكثر خلق الله حضاره وعراقه، واكثرهم ذكاء، واكثرهم ثقافه، وان اللي هيتعامل مع واحده من الثلاثه دول باستخفاف ملوش عندنا غير ان يسحق سحقا يسحق فقط لا غير. طيب زيارة 2+2 دي دي حكاية قديمة قوي قوي، استراتيجية بتتعامل بها روسيا مع دول العالم. صياغة 2+2، وزير خارجية وزير الدفاع مقابل وزير خارجية وزير دفاع الدولة المعنية. أيوة، الزيارة في مصر ما كانتش مجدولة. هذه الزيارات ايه المستهدف منها بين سطورها؟ يعني تنسيق مواقف وبيع سلاح. تاني، تنسيق مواقف زائد بيع سلاح. الصيغه دي ماشيه في امريكا اللاتينيه ومشيت في الاورجواي والباراجواي وبتاع، ثم اتوا الى مصر لما كان فيه عبد الفتاح السيسي وزير دفاع لسه، وكان نبيل فهمي وزير خارجيه. ثم ترتب على ذلك العكس، انه الثنائي ده يروح الى سوتشي الى موسكو. والزيارات دي متبادله لانه هي تنسيق مواقف وبيع سلاح. تاني، ما كانش في حاجه ليها علاقه بمشهد ليبيا خالص. اللي كان له علاقه بمشهد ليبيا والناس ما خدتش بالها منه، حاجه كده حصلت من كام شهر، مناورات عسكريه كان اسمها حماه الصداقه بين الجيش المصري والجيش الروسي، وكانت لاول مره في تاريخ روسيا منذ ان نشات روسيا على ظهر الارض رجل الروس تتوجد في قاره افريقيا. طب فهمنا دي. تاني، اتعملت المناورات دي في منطقه غرب اسكندريه. طيب يعني والمناورات اسمها حماه الصداقه، وشاركت فيها قوات خاصة روسية كتيرة جدا، وعملوا معانا مناورات اتعلموا منها حاجات كتيرة جدا. والخطير والعظيم والمهم في هذه المناورات انها كانت المرة الاولى في تاريخ روسيا حتى القيصرية اللي الروس برجلهم يبقوا موجودين في قارة افريقيا. حصلت في مناورات حماة الصداقة، وفي هذه المناورات اتعمل كتير من السيناريوهات اللي محدش يعلم هم عايزين يستفيدوا منها ايه لتطبيقه فين. طيب نعم، قبل الوقت بقى دقيقتين. نعم، مصر وهي بتتحدى كل ده زي ما حضرتك ذكرت 30/6 تحدد مين المواطن المصري واداره مصر تحدد مين. نعم، طول الوقت الناس مستعجله قوي، اللي جاي ايه؟ ملامحه ايه؟ شكله ايه؟ والله شكل مختص. مفيش اسهل من انك توصل للسؤال ده لو حضرتك بتفكر بعقل. مش حضرتك سايب دماغك للفيسبوك، مش حضرتك سايب دماغك للدراما والبلاء. لو حضرتك حاطط بس عقلك في راسك هتعرف ايه اللي جاي. طب ساعد اللي انت بقى عايز تعرفه. واحد، اسال نفسك فيه دوله في المنطقه دي غيري؟ اسال نفسك يا اخي، فيه دوله في العالم العربي غيرك؟ انا بتكلم في الاطلاق. اتنين، فيه وضع زي اللي انت فيه؟ تلاته، فيه فرص زي اللي عندك موجوده حواليك؟ عشان تريح نفسك بس. طيب المخاطر، هل المخاطر اللي انا بتعرض لها زي المخاطر اللي بيتعرض لها دولة كبيرة زي السعودية اشترت سلاح ب$400 مليار؟ اكيد لا. قوات المسلحة المصرية وفقا للترتيبات في الانفاق العسكري 4.4 مليار دولار انفاق عسكري، تركيا 18 مليار دولار، اسرائيل 15،
السعودية 56. احنا كام يا فندم؟ 4.4 4.4 وترتيبنا العاشر، وده فيه ظلم لانه البحرية المصرية ترتيبها السادس. مالك؟ عندك ايه؟ قلقان على ايه تاني؟ انت قلقان على مصر ولا قلقان من مصر؟ فاكرة قلت الكلام ده قبل كده. ريح نفسك بقى، ما تقعدش تعمل لي زي اللي عنده معرفش ايه. لا انت مستقبلك مش حد احسن منك، مفيش في الدنيا حد احسن منك، بس بشرط انت تحترم نفسك عشان العالم يحترمك. وقالب احترم نفسك، تديش ودانك وعينيك ودماغك للهيافه وصفيحه الزباله. لو ده اللي في ايدك اللي انت ماسكه ده هيهينك ارميه تحت جزمتك واعلى. بلاش ده اللي يديك لمؤاخذه على راسك وعلى دماغك. بشكرك شكرا جزيلا رئيس قسم الشؤون الدوليه في الاهرام العربي الاستاذ اسامه الدليل، شكرا جزيلا. شكرا. وخليني اقول لكل الساده المشاهدين، يعني حاله الحرب اللي مفروضه على مصر دي ارجوكم استشعروا نقاط القوه، واستاذ اسامه قالها وقالها بمنتهى الحده والوضوح. لازم طول الوقت تبقوا متاكدين ان انتوا الدوله الناجيه وان الطريق قدامكم. مش معقول كل ما هيحصل حادثه ولا الدنيا بتغلى ولا الشاليه ما بقاش مناسب ما ينفعش الكلام ده. يا اما ننشف ونصدق ان احنا في حاله الحرب وعلينا مسؤوليات، يا اما ما ينفعش نطرح السؤال بالاساس. وعلشان اقوم بدوري مع حضراتكم للاخر، انا وفريق العمل ده هنكمل معاكم المنهج ده على الإعلام اللي هو بيدعونا أستاذ أسامة الدليل إن احنا نعلى فوقيه ونعيش المنطق القديم، أقطع صبعي يعني وأعلى فوقه. عشان كده الفيسبوك بقى مسؤوليتكم الشخصية. إلى اللقاء.